أمريكا. Good, thank you, Ali. It's a pleasure to be in your show, Hi-Tech. وهذا هو ممثل الشركة يحدثني عنها مفتخرا بأنهم يقدمون أول غسالة لطي الملابس في العالم، وهو يقول أن الجهد الذي سيكون عليك القيام به عندما تشتري هذه الغسالة وتستعملها هو جمع الملابس ووضعها هنا، وستقوم الغسالة بعد غسيل الملابس بكيها وبطيها، مرورا طبعا بعملية تحليل وفرز الملابس حتى تقدم لك الغسيل مكويا مصنفا مصفطا مصطفا بهذا الشكل، البناطيل لوحدها، القمصان كذلك، المناشف وغيرها. كما يمكن أن تغير هذا الفرز والتصنيف حسب الشخص، يعني قسم للزوج وقسم للزوجة وقسم للأطفال وهكذا. غسالة ولا في الأحلام.